إذن اليوم 7 سبتمبر 2020 كانت أول انطلاقة ديال الدراسة، وهو مخصص للتواصل مع تلاميذ سنة ثانية بكالوريا، بحيث عملت المؤسسة على توفير كل الإمكانيات المتاحة واحتراما كذلك لما نصت عليه المذكرة 39/20، ولا سيما فيما يخص البروتوكول الصحي، بحيث تم اعتماد التباعد المكاني بين التلاميذ، تشوير مختلف المرافق، وكذلك داخل القاعات، وتوفير المعقمات، وتوفير كذلك معقمات يعني للأحذية، وتوفير معقمات يعني اليدين. هذا يعني عملت المؤسسة على وضع خطة استراتيجية محكمة لضبط دخول التلاميذ وخروجهم، بحيث أنه تم إدخال التلاميذ عبر حسب الشعب، ثم بعد ذلك يلتحقون بقاعات حسب كل شعبة وحسب كل فوج للتواصل مع الأساتذة في مختلف المواد. الأساتذة الآن في اجتماع كان يعني يوم السبت السابق الماضي، تعطتهم تعليمات وتعطتهم واحد المجموعه ديال الارشادات على اساس انه يشرحوا للوليدات والتلامذ كيفاش غادي نخدموا هذه السنه، يعني التفويج، الفوج الاول فين غادي يدخل، الفوج الثاني كيفاش غادي يدخل، كيفاش غادي يكون التعليم الحضوري، وكيفاش يكون التعلم الذاتي المؤطر. واسطر على هذه المساله ديال المؤطر، لانه التعليم الذاتي سيكون منطلقه كذلك الاستاذ. بعد ذلك سيتسلم التلاميذ ملف تربوي يضم النظام الداخلي، وكذلك استعمال الزمن، واستمارة وهذه إشارة قوية. استمارة هي عملية استباقية يعبئها التلاميذ وتنتوصل بها، وهي استمارة خاصة بالوسائل المتاحة للتعليم عن بعد، بحيث لا قدر الله ارتفع الوباء وانتقلنا إلى النمط التعليمي عن بعد، تكون عندنا واحد قاعدة بيانات اللي من الممكن أننا نباشر مباشرة برنامج معد مسبقا لهذه العملية هذه. ونتمنى أنه التلاميذ أنه خلال التواصل هناك جوج ديال الحالات، كاين هناك مواد اللي هي مواد ثانوية اللي غادي يجتازوها في الامتحان الجهوي، وبالتالي الأساتذة سيعملون خلال هذه الفترة على إعدادهم للامتحان الجهوي، لا سيما في المواد الفرنسية والتربية الإسلامية والعربية والاجتماعيات بالنسبة للعلوم للشعب العلمية والتقنية، وبالنسبة للرياضيات والتربية الإسلامية والفرنسية بالنسبة للقطب الأدبي يعني الأدب والعلوم الإنسانية. بالنسبة للمواد العلمية أو المواد التي سيجتاز فيها الامتحان يعني للتلاميذ خلال الامتحان الوطني إن شاء الله تعالى، هنا كاين احترام ديال المذكرة 41/20 اللي تعطي على أساس تتحث على تثبيت التعلمات، وهنا فترة كذلك للدعم لما هو تم دراسته السنة الماضية. ولا أخفيك يعني أنه أعطينا واحد الإشارة للأساتذة أنه يتعاملوا مع التلامذ كأنهم ما درسوش يعني التعليم عن بعد، ربما احنا ما عندناش واحد تقويم يعني موضوعي لمدى استيعاب التلاميذ للدروس، وبالتالي الأساتذة هذه الفترة هذه سيخصصونها إن شاء الله تعالى. ونتمنى أنه إن شاء الله تعالى تكون الأمور. وبالمناسبة نشكر يعني جمعية الآباء اللي هي فاعل أساسي أو ستر على فاعل أساسي لتوفير كل الإمكانيات، وسخرت كل الموارد لا البشرية ولا المالية ولا المادية ديالها لإنجاح هذه المحطة. كذلك المجلس الجماعي اللي عمل على حملة نظافة وكذلك تصدير برنامج للتعقيم، والشركة المخصصة كذلك للنظافة اللي عملت على تنقية الساحة، ويعني نوجدوا واحد الفضاء اللي مدرسي اللي ملائم، ونتمنوا خير إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.